سيدة نفيسة، أكرمتيني وكنت عون وسند لي في محنتي، ولكن عندي طلب أخير. يا أوتا، مؤنستي الوحيدة وصديقتي منذ الصغر، دخلت دورنا وهي خادمة صغيرة، ولكن بعتبرها أختي لي من وقت الحادثة وإحنا افترقنا، ولم تصل لي أي أخبار عنها تطمن قلبي عليها، والأفكار السيئة موجودة في راسي طول اليوم، خايفة لا يكون أي أذى طالها بسببي. عذاب الضمير والقلق بيرافقني صبح وليل. ممكن تطمنيني عليها؟ لا عليكي، بإذن الله قريباً نعرف أخبارها وستكون بخير إن شاء الله. أما الآن فتابعا أنت وزينب ما بدأتما، فكثيرون ينتظرون الملابس الجديدة. هيا.